شيريهان، انا يعني عايزه كلمه اخيره منك. الكلمة أظن أنا في أول الكلام قلت لك نفس الكلام اللي الدكتورة قالته دلوقتي، كدين وكأخلاق صدقيني العقاب الأشد إن هي تترك العقاب لرب العالمين، وإن هي كمان تسيبه لنفسه. صدقيني وجع النفس أكبر بكتير من الوجع الإشارة اللي هي عملته، والفضيحة ارتكبت غير الذنب، ارتكبت فضيحة لأولادها اللي هم منها، يعني ارتكبت فضيحة لنفسها وفضيحة للبنات اللي هي نشرت بيهم. يعني هي الفضيحة ما عمتش زوجها بس، لا عمتها وأصابتها وأصابت عيلتها وأصابت بصي أولادها شريهان، نتيجة لخطأها. انا عايزه اضيف، ولو اني انا يعني ما يعني انا لست تلك المراه التي يعني ممكن انها يعني احتمال اني ابقى نص نص، يعني ما اعرفش ان انا اصطبر او اوارب الباب، انا يا اقوم بالرد يا ما اقومش بالرد. وطبعا دكتوره سعاد عندها حق، وهقول لك مثال على ده، هقول لك مثال يعني انت وعبير على ده. من غير ما تنشري تقدري توجعيه في امور ما بينك وما بينه، لا 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 لا، من غير هو ربنا غير سبحانه وتعالى هو المنتقم الجبار، ودايما يقول لك انت مهما انتقمتي لا يمكن انتقامك هيكون زي انتقام ربنا. انت أكيد. ايه البني ادم اللي ممكن تنتقمي؟ انما شوفي بقى انتقام ربنا، وكلي امرك لله وفوضي امرك لله. ثانيه واحده بس، هقول لك مثال، هقول لك مثال بس لحظه واحده. انا عندي واحده صاحبتي جدا، من سنه زوجها اتجوز واحدة صاحبتها الأنتيخ اللي أكلة شاربة نايمة معاها، طيب؟ واللي هي وقفت صاحبتي جنب صاحبتها دي كتير جدا جدا للأسف. صاحبتي دي ما عملتش حاجة إلا إنها انفصلت. عارفة جوزها النهاردة بيندم عليها فين؟ بيندم عليها، يا ريت بيندم عليها، بس في السجن. والثانية سجنته. انتوا سامعيني؟ في السجن. الثانية سجنته. لأنها بتدعي عليه كل يوم، تروح الحرم تدعي عليه. تنزل تعمل خير عند أولياء الله الصالحين تدعي عليه. هي التزمت بالدعاء. شوفي بقى، يعني أنت مهما كنت انتقمتي، هل انتقامك هيجي زي الانتقام اللي هو فيه دلوقتي، إن هو بين أربع حيطان وعنده قضية أظن إنها وأعتقد إنه مش هيقدر يخرج منها؟ ده انتقام الجبار. انا بكده معلش، انا اسفه، انتهت وقت حلقتنا ولينا لقاء مره اخرى. وبشكر جدا الاعلاميه شريهان خفاجه، وبشكر جدا الاستاذه عبير سليمان.